حقيقة هذا المرض هو مرض قديم وليس حديث، هي فطريات تستوطن الأغشية المخاطية للأنف، خاصة للذين يتعاملون مع الأسمدة ومع الأتربة في المزارع، لأن هو موجود، هذا الفطريات موجودة في الأتربة بأي وسيلة كانت، استنشاق بأي وسيلة ممكن يدخل إلى الأنف ويستوطن بالأغشية المخاطية، لا يسبب ضرر عند الأشخاص الذين مناعتهم مناعة طبيعية، ولكن قبل كورونا الأطباء يلاحظونه على مرضى السكري، لأن مرضى السكري تكون مناعتهم قليلة، فبين الحين والآخر تسجل مثل هذه الحالات، وهناك أكو فطر أسود وأكو فطر أبيض وأصفر، يعني أنواع كثيرة من الفطريات. طيب سجلت حالات بشكل رسمي، أنا أسأل حضرتك، سجلت حالات في العراق الآن بعد الجائحة بالإصابة بالفطر الأسود لمرضى مصابين بفيروس كورونا؟ والله حسب ما ترد الأخبار من الناصرية، وهناك حالة في بغداد حسب التشخيص السريري للأطباء أنها فطر أسود للمصابين بكورونا، وأيضا هم لديهم مرض سكر، فهنا صار أنه المرض السكري قلل مناعتهم، والإصابة بمرض كورونا واستخدام العلاجات وخاصة العلاجات الكورتيزون أيضا ساهم بتقليل المناعة، ولديهم هذه الفطريات.